والسلام عليكم. اهلا اهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. السالفة من هذا المنطقة، من ساعة هجوم كله علي. شوفوا هني كله هجوم 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 هجوم. السالفة تم فارهين اليوم، ما ادري شاينهم. خلنا نحط دفاعات دفاع دفاع. اخ بعيد. ويلكم باك، حلقه جديده من فاكتوري. طبعا السلسله هاي طبعا حلوه صراحه، يمكن طولت ويانا شوي، لكن من الجميل ان يكون السلسله تكون مستمره. واحس الناس حبتها شوي سلسله الصراحه يعني، فمستمر عليها الحين. شوف دام الناس تحب سلسلات، تحب شيء معين، حاضرين نكمله. ليش ما نكمله؟ هذا كيف وضعه؟ هذا وضعه ممتاز. تبغى شيء منه؟ ما ابغى شيء منه، سكر عليه. انا جاي لاجل عيون الرصاص. اذا في حال نقص وزيد. يلحقون اللوجيستكس. سويت شوي تعديلات على الخريطة وانتم مش موجودين الصراحة، ولازم اراويكم شو التعديلات. بس خلونا اول شي احط الدفاعات، لان كل ما يزيد التلوث واللعب وهاي الهجمات تزيد علينا، فلازم نكون حريصين كل مرة اكثر من اللي قبلها. ها مسافة غلط، شفت؟ اذا ينطون خلي مسافة، اذا تلزق المدفع في اللحظة في الجدار. انا ما جبت رصاص كفاية، ما برجع مرة ثانية. ينطون سيدة على المدفع ولا على الرشاش، بس اذا تخلي مسافة حبة واحدة ما ينطون دايركت. فالمفيد تخلي مسافة حبة واحدة من الجدار حق الرشاشات. ما شاء الله شغالين انتاج. كان عندي نقص في الازرق والله، الساينس باك 3 اللي سويناه. نحطي هذا ونحطي عنده عمود كهرباء، خليه يشتغل. هذا ما شاء الله علينا الطاقة يعني مش طبيعي. اشوف هجمات وايد تجيني من هالاتجاه هذا، فقلت شو اسوي؟ حط شوي دفاعات. بس هاللين ما شاء الله ماسكين، يعني ماسكين بشكل جيد. بس بعد يبغى لهم مدفع ليزر هني واحد، بعد سوي لهم مدفع ليزر. و خلنا اكبر لهم حبة واحدة. ما ظني عندي طوبيك، عندي طوبيك كبر لهم حبة. لها خلنا نشوف، هي عندي نيسام لكي. ونشل هذا ونحطيه هني، نعطيه رصاص. وهذا الليزر، والليزر يبالك الاوتو سيف. كره الاوتو سيف يمنط علي في لحظة غضب. زين، هذا كم مجالة؟ مجالة جميل. ما بيغطون كامل المساحة حاليا، لكن ما عليه، عندنا دفعات. الريسير شغال ولا هي شغال حاليا؟ خلنا نرجع لصوب الريسيرش وراويكم الموضوع. مصنع شوي استوى كبير لكن امور طيبة. شوفوا اللي عدلناه، سويت مصنع بترول جديد الصراحة، مصنع كامل من اول وجديد. هذا هو، خلنا احط لكم ليت في هني نقطة دفاع، واللي هي ما اعرف اذا تكفي ولا ما تكفي، لان في اعداء الصوب الثاني بعد، عندي وايد ناس اعداء. هذا الهدف منه ينتج شغلتين، اول شيء بينتج لنا هذا حق بلاستيك، وثاني شيء بينزل للسلفر. شوفوا البلاستيك الحين وشغالين انتاج الدواير، بس استوى عندي نقص حديدي هني.
فاستوى الطلب عالي. بس عندي حديدة. بس تعرفون شي يبغى له؟ فرن، فرنين. دام الافران مغطية ووافية ما بحرك فرن من مكان انا. خلي الفرن موجود، خلهم بس يزيدون الانتاج حبة مهني ويكفون. هاي ما اتصور ما يحتاج اكثر يعني، ويحتاج اكثر عادي مو مشكلة. بنستورد حديد. انا ممكن ادخل اصلا الخط اللي هنا من فوق في كل خطوط هاي، بس ما له داعي حاليا. حاليا ما له داعي صراحة، بيبدأ يحصل الحين بينتج. بس عندي هجمات من الشمال وعندي هجمات من الشرق، وهاي لازم احاسب بينهم وايد. بيسوي لي دمج مش طبيعي على الحال هذا. قنابل هني فل، ما نبغى اكثر. لا انا ابغى قنابل، قنابل دائما في مجال عندي انا ايش القنابل، ما عندي مشاكل. اعطوني قنابل. حديد قام يخف مني. هل ترى كان في هجمة شيء وقفته ولا؟ انا مسوي وايد طلب على الحديد الصراحة، وايد 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 طلب. وخلنا نزيد شوي الانتاج. اظن كان في هجمة ولا ادري بها انا، بس عندي وايد ابراج هني. المفروض انهم يتولون الموضوع. زين، امسك رصاص انت. مشكلة هم يتمون يقون كل مرة اقوى 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 اقوى، يعني مو يوقفون عند حد معين. خلنا نزيد الانتاج هني. زدنا انتاج الحديد. يلا انا لازم اي شيء توسعاتي بولا حديد يكون فوق الصراحة. رجعنا انتاج الحديد. هز الحديد حبك يزيد. ما اعرف اذا هالانتاج اللي زدت كفاية الصراحة، لان هو على القد. شوف ثلاثة يسد الخمسة، هاي للحين حكا انتاج. بس كانتاج دايم والله ما اعرف. اتصور انه مفروض ما يكفي. انا حتى تصوري هذا الشارع فل، ما يبقى اكثر. الالكترونكس هني فل. هذا شو شغلته في الحياة سؤال؟ ما منه فايدة. نخلي ينتج الكترونيات زين. ونحط إلى هنا ولا يزعل. عندي واحد مش مشغل لنا تبون الصدق. بس الحديد ما قاعد يوصل هني بعد، لازم ادف بحديد زيادة. فشو بيكون الحل يا جماعة الخير؟ يكون نبغى لاين زيادة من مكان ما، لكن من وين؟ انا هني بينقصني حديد لو وقفت هذا. ترى اتأكد من الشغلة، الا اذا جبت من بعيد حديد سملتد سبلتر. بس خلاص هذا مكان جديد. بس المشكلة الوحيدة انا قررت ان امدد الالكترونيات من وين؟ من هني. وهذا ابدا مش كافي حاليا ابدا. وانتجنا بلاستيك والحين قاعد ننتج الالكترونيات هني. طبعا كان عندي نقص الازرق، والحين استوى النقص جيد جدا تقريبا شبه مش موجود ولا والله بعده موجود النقص. هاي شغالين مفروض انتاج. شو ناقصنهم؟ موتورز. ليش ناقصنهم موتورز؟ موتورز شو ناقصنا؟ لا قاعد ينتجون موتورز، امورهم طيبة. لكن لان الاول كان عندنا فائض مرة واحدة يعني نقص، عسب يلحق يغطي النقص يبوله وقته شوية. هل قاعد يغطون نوع من النقص؟
بس الالكترونيات صراحة اشوف ما تستاهل اني اعطل نفسي عليها. اني كلير جاهز، ابغى اقوي التورت مالي. وين صار ستار ديفنس سيرتر دمج؟ والله حلو هذا، لان السيرتر يدافع عن نفسه حلو. خلنا نسوي له ريسيرش. يبقى من الاربعة زين. انا اشوف ما يسوى عليه تري حق الالكترونكس. الالكترونكس يبغى له ايرون بليت. وشو صديقنا الثاني صح؟ والالكترونيك سيركت عندي هني اكثر من الهم على القلب، يعني انتاج ما يوقف. فابى اشيل لاين الكترونكس من هني. ولا والله قام ينقصني بليت هني. ليش عندي مصر؟ انا بخبركم ليش. انا لان هذا هاي ما قاعد ينتجون لحد. فالحكمة تقول خلني احطي واحد هني. لحظة تشوف قياسه كيف حلو. اذا توسعت مستقبليا شو بسوي؟ بسوي خط بالطريقة. شو هاي او لا شيا علقت. هذا الخطار شكله ما قام يسد. في وراه مثل يبغالنا نسده. هذا بيكون بالطريقة هاي. بس حاليا قبل الامتداد اللي بعده شو بسوي؟ اشبك هذا الخط وين؟ في هذا المكان الجميل. او عندي سبلتر بينظم السبلتر بينظم لي كل شيء. بالطريقة هاي شغلت باقي الفران اللي شو مو شغالة. خلاص عندي حديد هني. مش محصلين مكان يحطون فيه حديد. فل كل شيء فل حديد هني. اوكي اوكي خلاص بحط فاست انسرترز. بشيل هذيل ولا ما يحتاج فاست انسرترز. بس ولا اشغل هاللاين هذا. بس كان الله غفور رحيم مش محتاج اي شيء ثاني. شكرا. وين سايرين السكر هاي؟ هاتوا لي انا. هاتوا هاتوا تعالوا. هي تعبانين انتو. خلاص بيستوي المتر كفاية وزيادة صح؟ مسألة وقت قبل لا شو يتعبه. زاد الطلب بنزيد الانتاج. من مشكلة وينهم؟ حتى مشكلهم شغالين يا جماعة. ونبغى سبليتر يا صديق السبليتر. تعال ادري لا تتحرطموا على سبليتر زيادة لو سمحتوا. لا تتحرطمون. سبليتر هني اندر جراوند بلت هني. والنيب هذا اذا نقصت حبة ما يفرق لانه هذا يشيل الحديد هذا يشيل هذا. اوكي ونعق سبليتر. وين بالضبط ممكن نعقه؟ في الوسط سبليتر. انا بخبركم كيف. الحين اذا سوينا اندر جراوند بلت شو يستوي؟ هم بيشلون من وين؟ اندر جراوند منو؟ لا اندر جراوند بلت حلو. اتصور ما بيكون عنده مشاكل يشيل من اندر جراوند بلت. بس مش قاعد ينتج اصلا. المفروض ما يكون عنده اي مشكلة. هجموا عليه معلمين مرة ثانية. مرة ثانية قاعد يتهجمون علي كل شوي. بنزل لهم شكلي. طفروا بي الصراحة. كل شوي طايحي لي هجوم 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 هجوم. مع اني حاط دفاعات هناك تراني. لا تقولوا مش حاط. زين محتاجين نحن اساس هذا ينتج منه. انا ليش جبت بليت مع الالكترونيك سيركت؟ والله مش عارف ليش جبت البليت.
انا ما يبالي بليت، يبالي كبر موجود ترى. بقطع اللاين ماله، بس خلوني اشوف المشكلة اللي حاصلة هنا. كلب حتى الدب اللي دار هدموه. بتولى الانتاج الحصة بعدين، شيل الحين كل شيء. اوكي، ما عندي رصاص حتى احط تورت. وين كنا شغالين الحين؟ ليش جبت الحديد معه؟ بحتاج الكترونيك وبلاستيك وهذا، وعقب شو بحتاج؟ السلفر والالكتريك. حرام حطيت سبلتر، والله اني مسطل. هاي حركات مساطيل ترى. وين صار الالكترونيك سيركت كله؟ سر كل الالكترونيك سيركت اللي كان موجود. زين، بننزل. تعال انتو سبب المشاكل، تعالوا يا سبب المشاكل تعالوا. يبالك ترى الشغلات، الحمد لله ما يبالك اكثر. بس احيد فوق كان عندهم مجال نحن نوسع الانتاج، صح؟ تعال انت شو عندك حقي؟ بلت، شكرا، محتاجه. كان عندي مجال اوسع هني، وهذا الانتاج عنده وقف. شو مشكلته؟ اوكي ممتاز، سوينا انتاج. بس خلنا نزيد قوة التورت. ليزر، اوكي ليزر نحتاج له ريسيرش. ما عندنا انتاج كفاية، صح؟ هل الحلو في هالمنطقة اني عندها شو؟ الدفاع جاهز. مش جاهز تقريبا. اوكي ليزر تورت، في ابجريد ثاني حق ليزر تورت سوا. محتاجين اي ابجريد الحين حق ديفنس. ما بسوي لحظة، انا ما ابى اسوي خط انتاج جديد. لا، انا شو ابى اسوي؟ ابى الخط هذا او ازيد على الخط هذا بس. شوفوا استوت عندي دهاليز على فكرة، ترى اقولكم سويت عندي دهاليز الحين شوي. خلنا نشوف نقدر نقوي بعد التورت زيادة، لأن التورت اوكي انسرتر بعدي عليهم ليزر. نويس، لأن هذا استوى عندنا نقص بتنقص شو الكوبر هذا، فأنا أبغي بلاين لي وين لي هذا كبر زيادة، فلازم. ما في طريقة سهلة على تصميمي أنا، ما في أبدا. تصميمي
كره الواحد بعيشته. تعبان جدا التصميم الصراحة، جدا من الخاطر. اذا بتسوون ماب ولا شيء لا تسوون تصميمي، تصميمي هذا تجريبي بحت. اندر جراوند بالتال نبقى. زين ونبأ. لا إذا تي لا 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 لهم فلتر سمار انسيرتر أحسن. ما بأخبص اللاين الصراحة، ما بأخبص فيه، خلي شغال مثل عالم الناس. وين فلتر انسيرتر مالي؟ هذا هنا ليساعد، هنا يساعد. ف عندك محترم ونزل كوبر بليت هنا بس. اذا استوى عندنا ناكس، مو بيستوي ناكس صعب. اي بزيد النتاج فوق بعد، بعد مو بيستوي ناكس. شو بسوي؟ ها حلو يا بولي البلتس مطيعين. اللوجستيك صراحة اللوجستيك شيء وايد مفيد في الجيم صراحة، وايد وايد مفيد. واحد يكون عنده سيستم لوجستيكس هني. بعدنا ما طورنا اخر شيء، بعده شو بيستوي يا قب؟ بيستوي وحش والوحوش قليله. ان شاء الله حساباتي ما تروح بلوشي. اوكي ممتاز. وهذا بيروح سيده لمنو؟ سيده شوي عوي يعني شوي. لاصدقائنا فرن 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 وفرن. هذا قاعد يمشي اللاين بس اهلك زياده ترى بعدها. زين ونستهلكه زيادة بما اننا حولت انتاج من هذا لهذا. بعد مرة ثانية هجموا علي نفس المكان. اذا انا ما طورت الدفاعات هناك بتوهك ترى، فبصير بعد شوية بتفاهم معهم. لازم اطور الدفاعات هناك بشكل نهائي. اذا ما طورتها بشكل جذري راح اتوهق بالمعنى الحرفي. ابغى اسوي ليزر ولا بتاري بس سيرني برصاص وبتري. رصاص في تحت بس بيبتري. سوي برجين ليزر اقول سوي الاربعة ويبرصاص من تحت. اراويكم فيهم ان التلاب كل شوي يهجموا علي. شوف كيف يهجمون الحين بعد شوي. خليهم يتعلمون الأدب غصب. خلي يسوي جيتس. سير نحط لنا ليزر نطيب. جنب الليزر بحط هنا رشاش. ادري بعيد بس في حالي هو هني. هذا رقم واحد.
هذا هجوم صاحق مستوي هني، مش هجوم عادي هذا. يخرب بيتهم، كم واحد هاجمين؟ أربعة هني مفروض يقدرون يتفاهمون معاكم. وهني اثنين ليزر يبون كهرباء، لكن اثنين هاي اللي بالهم كهرباء، وهذا بعد في واحد هني يباله كهرباء. لا هني اوكي، نعم اوكي. ها واحد يباله كهرباء، ولا تشوف هني نهاية وياهم. لازم اهجم عليهم عقهم، ولا بيتعبوني وياهم. ترى وايد بيتعبوني وياهم اذا تم الهجوم بالطريقة هاي. وايد بتعب وياهم. زاوية، شوف الجثث كيف مصطفى، يعني ما يرتاحون، مو موقفين هجوم معنا. نعم انه مو موقفين هجوم. يبالهم كهرباء الليزر تور. الحين حطيت قدر الامكان الدفاع، يعني المفروض اكون يعني نوعا ما عندي كفر. يدخلون من وين هاي؟ يدخلون من هني انا اتوقع، كنا من البحر. ايون هذير هذير هما. وين بيسيرون؟ يبالي ادمرهم تراب. زين خلنا نكمل الفنتاج اللي هناك، نشوف شو سوف الالكترونيك سيركت ترد على طبيعته ولا خيرنها. تعال انت، الفحم اللي هني اصلا ما يكفي، بس هني في فحم من زمان عندي وما استعمله يعني، فحرام. الامداد موجود من زمان، ما اذكر من متى اصلا موجود، يعني ما عندي. خلصتهم؟ شو خلنا ناخذ من هني عين. الاندر جراوند شيء عجيب يا جماعة، ظننا شيء ممتاز. هل ترى انتاج مفروض يكفي على فكرة، بس نحن شو مشكلتنا هني؟ مشكلتنا محتاجين تي جنكشن، ونشل هذا اللي موجود كله. ترى مو مشكلة، هذا اللي شليناه نروح نسوي هاي الحركة السحرية. ما كان لا داعي الحركة اللي سويتها، بس يلا. اوكي
بزيد الانتاج هناك الحين. ليش ما احط هنا وافتك؟ اوكي اي انتاج هنا بينقص هنا بيه خلاص. واللي هني افكر اني اعكسه يعني اطرش انتاج من هني لتحت بدل ما هو الانتاج هنا هني. ليش الحين تاجين لين هني صح؟ يروح لي وين الانتاج؟ يتمشى يجينا من هني يروح لين فوق. بس اذا استغنينا عن هذا يبنى بالعكس. اروم عدل اتجاهه بالطريقة هاي. هي شي جميل. بعدل المزوايا بعدين. انت ممكن تحطي الانتاج اللي هني، بس الانتاج هني شغلتين. الانتاج اللي هني مش شغلة واحدة بس خلاص يعني بالطريقة هاي خلاص. اوكي والنيبو طويلة يروم يشيل مهني. لا لا يستطيع. نعم نعم انه لا يستطيع. ممكن نسوي شيء نفس هذا براويكم الحين شو نسوي. حتى مش كذي ها. لا بيدخل على هذا نسويه بالطريقة هاي. بعد بيخلط خلنا نشوف شو بيشل. اوكي ممتاز. وين فلتر انسرتر؟ سوي نفس الحركة. دم هذا بيشل هاي. اوكي مو على شوي راح بالغلط مو مشكلة تحملوه. بس خلاص خلى السبليتر هني موجود برايه. عدنا الانتاج اللي تحت وانتاج اللي فوق وهي الانتاجون بعد ما شاء الله. لان هذا يأثر مباشرة على انتاج منه الالكترونيات. وبعد شوي راح نحتاج الصراحة يعني انتاج. نشوف هذا وين يمشي. شفتوا كيف ناخذ به هني الماتيريال ننزلهم تحت. الحين خلنا نشوف الالكترونيات كيف انتاجه. وصلنا اللاين هذا. وصل الوحش. كان عندي ليتات وما اعرف وينهم. زين هاي ليش ما ينتجون؟ انزين اول شيء نحن نحتاج ننتج الاحمر سيركت وهذا سيركت صح. نسوي هذا وننزل السبريتر مالنا. هني السبريتر شيء اساسي. حلو بشل هذا بعدين بتفاهم وياه بجيب له طريق. بشله بكبره شكل اسرع من المكان هذا. هذا التنكي شليناه. بنحط التنكي فوق عقب. وين الاندر جراوند دفيناه؟ هذا هو. بنجيبه هني. بنحط اخر شيء وين؟ هني. ترى الطويل يشل صح؟ هني حق منو؟ الانتاج بيكون. ترى هذا بغض النظر يعني سواء يعني عادي اقطعه من هني اخر شيء. ترى انا مش هم مني يوصل هني كثر من انه يوصل على هايل. لان هايل مهمين صح لكن مش بأهمية هذا. لان هذا اصلا مش محصل انتاج اسمه كفاية. انتاج موتورز كفاية. بعد قاعد يجمع لنا ريسيرش. وين لوجيستكس؟ ما نبغى لوجيستكس الحين. كل الكوفيكيشن هسوي الفحم السائل سوي هذي اويل. بس انا ما ابغى الحين. ما ابغى الحين. لا انا اللي محتاجنا كاركتر لوجيستيك. لا مش محتاج هذا. بورتبل سولر لا مش محتاج. مايننج برودكتيفيتي
2%. لا بعدين كارغو سلوت. اوكي لوجيستكس هذا شيء حلو ترى. خلينا نسوي ريسيرش على هذا، معنا مشروع مش 100% ناجح لان يعني عندنا نقصني ترى، يعني اذا ملاحظين ولا مش ملاحظين ما اعرف، بس في نقص جميل. وانا غطيت هالمنطقه بشو؟ بانتاج ثاني. ما في انتاج هنا، انا تو زدت انتاجكم زين، المفروض يزيد. انت نزل في الخط الحين مؤقتا، نزل في الخط لان شكل وضعهم ما يطمن عيال بخير. الشباب اللي هني لا تعبانين جدا. ما يفرق عقا اي مكان لا مكتروم تعقا عقا. خلنا نسوي عوامة كهرباء لما تخلص. هذا بقى انتاجية زيادة هني. شكله عندنا امكانية انتاجية. قمت بالعكس انتج هاي، لخليهم ينتجون من وين؟ من الخط اللي فوق. شو وضع الربع هني؟ شو انتاجيتهم زينة؟ عندكم كل شيء انتو ولا؟ مشكلة هذا الوضع مش عاجبني. تشوفوا كيف؟ مش اوكي ابدا. عندنا الكتريك موتور من فوق، بس ليش موقف الكتريك موتور حاليا؟ خلنا نشوف. ما اشوف شيء جاي على الخط، ليش؟ في بس بطيء جدا. اثنين 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 اثنين، بس شو اللي ناقص هني؟ كان المفروض هنا في شي ناقص. وهي اللي عندهم مكاين، عندهم هالخط حق اللي جدهم. عاد ليش ما قاعد ينتجون؟ شو يحتاجون على اساس ينتجون لبركنت 15؟ معناه شو اللي واقف؟ ممكن تشرحوا لي؟ حسب ما تجيبوا لي سامان هني. شو هالعلامة هاي؟ كان يشرج بطارية. اوكي فيهم بطارية حلو. هايل شغالين، الاويل شغال، كل شيء شغال، بس شكل هذا قاعد يستنزف منه اكثر من اللي هو، اكثر ما يوصل هناك انتاج استنزاف عندي هنا. لكن مش مشكلة الحين، دام انه اظن من بديت اشغل اللي تحت استوى عندي نقص. المهم انه ما يوقف هذا. بس المود اللي عندي قام ينقص ترى، يعني لو اقولكم قام ينقص. يبقى هذا يبقى اسمبلنج ماشين. خلنا نشيل اسمبلنج ماشين. واو ابو كم اسمبلنج ماشين شليتنا. نبقى ايرون بليت، نبقى ايرون بليت 2 3 4. نبغى ننتج هني ترى. بعدنا ما سوينا ريسيرش حق ال هاي اللي ما فيهم شيء، هاي اللي فيهم. شو ناقصنكم انتو؟ سؤال، انتو ليش كله ناقصنكم هذا؟ هاي ليش ما يوصل لهم هذا؟ انا كنت جايب لهم. انا احس اني غيرت شيء. وانت
تبهكت فيه اللي اظني هو هذا البليت اللي كان يوم هني. فشو بسوي؟ لازم اسوي انتاج تاني حق البليت هذا. منقذ الكبير بيكون هالمكان. في بترول بعدها بعدها في بترول. ما فقيت. اوكي ما يبغى لقيت خلاص غيرت رأيي. زين واحد اثنين ثلاثة. قامت الحماية تستوي وايد مهمة. الجماعة قاموا يبون صراحة يستوون أقوى وأقوى 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 كل شوية. ما أدري طلعون أنواع جديدة شكلها. بس يبالي أمسح كم منطقة صراحة نفس ما مسحنا قبل بتكون أمورنا طيبة. أخذنا شوي ستوك زيادة. الشباب اللوجيستكس مالي تعبانين ما ادري وين يروحون. سكارة مساطيل شو يسوون؟ واحد ما يعرف لهم صراحة. اوكي طلع من هني سوي سملتنج ستيشن صغيرون. خل نظمها من قدام بأي مرحلة بحتاج كل شيء. انا عارف هالشيء. قاعد استبطر الحين لان عندنا موارد. بس اذا احتجت موارد راح اتوهق انا. لان استبطرت عقب. هذا هني. ما عندي فرنس. يا حبيبي. ما بالك يا فرنس. تعال يا ابا فرنس. يا ابو فرنس تعال. ممكن عقب اغير مكانه ما اعرف. انا والليل ما اعرف. ما هذا؟ زين الحين نبى فيول. أنا نحتاج بعضا من الفيول. هل هناك فيول؟ أجل هذا هو الفيول الذي سيكفينا إلى حد معين. نعم الفيول المتفيل. يا متفيل أفا مو عندي هذا. وينهم؟ وين لوجستك مالي؟ قال لهم انا وفروا لي هذا. قلت تعبانين. اقول لكم تعبانين. وينهم؟ لازم انا اركض لهم ولا شو؟ ما يلحقوني. بس الحدود هذه يلحقوني. اشي بالستيل تعال ابهن. ينفعني عقب بعدين. مش مشكلة. من فايدة. هذا هني. طبعا اذا سألتوا ليش لك تكتب فيرنس ان عندنا ما يتفحم. فحرام اخسر موارد ارخص.
فمن الحكمة بالنسبة لي اني استعمل الموارد اللي موجودة، هذا اللي انا اشوفه حاليا. ما اعرف بعدين اذا تغيرت الاوضاع كلام ثاني. إذا ما يعني هايل إذا ما يوني و ها سمع طلق نار تسمعونه؟ ترى في قاعدة قريبة كبيرة حقهم ترى، بعدين في المستقبل بعد إذا احتجت عدلة مو بالعوز عمري الحين، بس الحين شو بسوي؟ هذا إنه العيد أجل أتينا بالعيد باكرا. انت ما بوقف عليك ريسيرش، انت زين انت زين انت وايد زين زين. انا ما بطول عليكم في الحلقة اكثر، بس شفتوا انتاج البلاستيك وشفتوا الدرب الالكترونيات كيف انه يطلع روح، وبديت بعضها من غيركم والباقي معاكم. فشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، ما بطول عليكم الحلقة اكثر. اتمنى تدقون لايك سبسكرايب تعجبكم القناة، وتمون دايما على حسن التواصل معنا ان شاء الله.